فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين أمين. وكنا بدأنا في أركان الصلاة، وقلنا أن أركان الصلاة أولها القيام مع القدرة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاطمئنان فيه والرفع من الركوع والاطمئنان فيه. انتهينا من 8 أركان. اليوم نتكلم على الركن التاسع من أركان الصلاة وهو السجود. يقول: والتاسع أي من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعد جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها، وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يقول في الحاشية: التاسع أي من أركان الصلاة قوله السجود، هو لغة، معنى السجود لغة التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا له معنى شرعي بقى مباشرة بعد جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو نحوها، يعني أو نحوها، يعني لو بيصلي على سجادة، لو بيصلي على مرتبة، بيصلي على مخدة، أدي نحوها، أو بيصلي في سفينة، كل دي نحوها، يعني الحاجة اللي بيصلي عليه جبهته تيجي على الحاجة اللي بيصلي عليه اللي هو واقف عليه، يعني تصير جبهته على موضع وقوفه، كويس، ده معنى السجود. شرعا مباشرة بعد جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها كما سيذكره الشارح، ويجب ألا يقصد به غيره كما مر، يعني وهو نازل من الرفع بعد ما قال سمع الله لمن حمده وهو نازل، لا يقصد إلا نزوله إلا للسجود، إنما افرض يعني دوخ داخ كده حاجة بسيطة فوقع، وبعدين بعد كده وهو بيقع فاق لنفسه، لكن ما فقدش وعيه عشان نقول انتقد وضوء، فيقول ما خلاص أنا وصلت الأرض أسجد بقى، ما ينفعش. يبقى الحالة دي لازم يقف عشان يبقى هويه غرضه السجود، فهمت؟ زي ما قلنا قبل كده برضو إنه لو هوى من القيام بعد الفاتحة للسجود ناسيا فتذكر أنه يجب عليه أن يركع أولا، يجب عليه أن يقف، لأن هويه لم يكن قرره الركوع، فهمت؟ نفس القصة هنا. ويجب ألا يقصد به أي بهويه هذا، يعني بنزوله هذا من حال قيامه إلى السجود، إلا السجود نفسه كما مر في الركوع. فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ثم يسجد لانتفاء الهوي في السقوط، ويجب أن يرفع أسافله. أما يجي يسجد بقى ما يسجدش كده زي المتحفز بحيث يخلي عجزته بمستوى كتافه وطالع لورا كده، لا، ده لازم يبقى عجيزته مرفوعة وجبهته أخفض وتقل جسمه لجبهته واصل للأرض، يعني لازم يوصل تقل جسمه على جبهته، بحيث انه هو لو كان متحفز كده وشايل تقله على عجزته مع اكتافه وجبهته لمسه الارض لكن من غير تقل، سجوده ده باطل، السجود ده باطل كأنه ما سجدش، ودي نقطة مهمة. فلازم يعني يشعر ان ثقله انتقل على جبهته من الجبهة للارض، بحيث لو كان بيسجد على قطن تلاقيه انخسف،
او على حاجه سفنجه تنخسف عند جبهته، دليل ان تقل وصل ليه. فهمت؟ دي نقطه هامه. والا في الحاله دي ما اسموش سجد في لغه العرب. سجد يعني اطمأن ساجدا، يعني لامسا للارض بثقله على جبهته، ده اسمه اللي ساجد في لغه العرب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يامرك بالسجود وهو عربي، لازم تنفذ السجود باللغه العربيه المعروفه اللي هو النبي فعلها عمليا، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. يعني لو وضعت ايدك وسجد عليها تحس بتقل على ايدك. فهمت ازاي؟ لا ثقله، يا ما هو تقله يعني هيتشقلب. لا، لكن هو الفكره انه ما يبقى رافع عجزته وينزل جبهته على الارض ويسيب نفسه كده، هتلاقي التقل خط ثقل الجسم انتهى عن طريق ايه؟ عن طريق جبهتي الى الارض. ما هو لازم يبقى فيه وصله للثقل للارض، مش كده؟ برضو المهندسين عارفين الحكايه دي. فلازم اي حاجه ليها ثقل ليها خط موصل الثقل ده للارض عشان الجاذبيه، فيكون خط ثقل توصيل هذا الثقل يكون عن طريق الجبهه مش عن طريق عجزته. هي دي النقطه المهمه. ويرفع ايه؟ عجيزته، ولازم تبقى مرفوعه عجيزته. لكن افرض كان بيصلي في سفينه والسفينه وهو بيصلي ارتفعت كده الموجه كده، فلما جاي يسجد بقت الارض اللي قدامه تقريبا في مستواه، يبقى السجود ده يسجد على حاله مضطر، لكن عليه الاعاده لان ده عذر نادر، يبقى هيسجد على حاله بس عليه الاعاده، الإعادة لإدراك صحة السجود، لأن ده عذر نادر قد تمر حياتك كلها وما يحصلش إلا مرة. فهمت؟ ويجب أن يرفع أسافله وهي عجيزته وما حولها على أعاليه، يعني يرفعها عن كتفه، يبقى عجيزته اللي هي إليته، كويس، يرفعها على أعاليه اللي هي أكتافه وجبهته ورأسه، وهي رأسه ومنكباه، ومنكباه وكتفيه. فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ذلك لميلانها، صلى على حسب حاله ولزمه الإعادة لأنه عذر نادر، بخلاف ما لو كان به علة، بخلاف لو كان مريض، بخلاف لو كان مريض والدكاترة قالوا له إيه عشان عنده مرض في عينه، قالوا له انت لما بتسجد كده ضغط العين بيرتفع وانت لسه عامل عمليه يجي لك نزيف، لا ما تسجدش، يبقى عنده عله هنا، يبقى هنا هيصلي على حالته دون ايه ان هو يوطي خالص للارض لانه عنده عله وليس عليه الاعاده. كويس؟ بخلاف ما لو كان به عله لا يمكن معها السجود الا كذلك، فانه لا اعاده عليه. فإن أمكنه السجود على نحو وسادة يضعها تحت جباته مع التنكيس لزمه. يبقى لو أمكنه مع وجود العلة دي، يعني عنده ألم مثلا في الفقرات العنقية ما يقدرش يوطيها قوي لدرجة إن هو ينقل تقله عليها، لكن يقدر لو رفعها بمخدة شوية الأرض يقدر يوصل للمخدة، يبقى لزمه إن يسجد على هذه المخدة، لازمه. كويس؟ لكن افرض ما يقدرش، يبقى يكفيه الإيماء بقى، مش مهم يوصل لأنه مرض وعلى حسب شدة مرضه. فإن أمكنه السجود على نحو وسادة يضعها تحت جبهته مع التنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك، وإن كان بلا تنكيس لم يلزمه. يعني لو كان هيضع الوسادة هيحط وسادتين ثلاثة بحيث على كده هيبقى لما يلمس جبهته ما يبقاش منكس رأسه تحت عجيزته، يبقى لا يجب عليه ان هو يحط ايه؟ وساده بقى. لكن الوساده تفيده لو كان هتبقى وساده واحده بحيث لما يوصل لها يبقى ايه؟ منكس راسه عن عجيزته. لكن لو هو لا يستطيع الا ان يرفع هذه الوسائد بحيث يبقى ايه؟ بيسجد كانه قاعد، يبقى لا ليس عليه ان يمس شيء. يكفيه الايماء. فهمت؟ لان في ناس يحب يحط كرسي قدامه. يقوم يسجد على سن الكرسي لدرجة انه عاملين كرسي المعاشات في مساجد كثيرة، عاملين قدامه كده حز كده، شفتوه انتوا في مساجد كتير؟ قال علشان يسجد عليه. ده غير فقه، ليس فقيه. ايوه، ليس بفقه. كانوا عايزين يعملوها كده في قايتباي وانا ايه منعتهم وفهمتهم، فما عملوهاش، عملوها دكة عادية وقعدوا. لكن في مسجد المقطم
عاملينها كده وغلط، ملهاش لازمة، ملهاش لازمة. فهمت ازاي؟ خالص. لأن هو هنا مفيش تنكيس، هنا لما بيلمسها غير منكس، ما زالت عجزته تحت، يبقى لا يجب عليه. فهمت؟ يبقى ده ملوش لازمة. فإن أمكنه السجود على نحو وسادة يضعها تحت جبهته مع التنكيس، يبقى المهم التنكيس هنا، لزمه الوسادة لحصول هيئة السجود بذلك. وإن كان بلا تنكيس، زي اللي هيسجد يلمس ظهر الكرسي قدامه، ده بلا تنكيس، لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود، بل يكفيه ما أمكنه من الانحناء، يكفيه بس بالانحناء كده بدون ما يمس حاجة. فهمت بقى الحكاية دي؟ مهمة دي. ومثل ذلك يقال في نحو الحبلة التي لا يمكنها السجود إلا بوضع نحو وسادة. الست الحامل في أيامها الأخيرة طبعا قبل ما تولد تبقى بطنها قدامها كبيرة كده، بالذات لو كانت حامل في 5 توائم ولا 6 توائم ولا شغلانة، ودلوقتي بيجيبوا كده زي القطط، معلش بقى، لأن حبوب منع الحمل لما بياخدوها عدة شهور أو عدة سنوات وبعدين عايزة تحمل، تروح مبطلة الحبوب، يكون المبيضين اتلخبطوا. ما هو لخبطوهم، هو ربنا مشيهم ساعة حلوة، ده يبيض شهر وده يبيض شهر، ما يبيضوش مع بعض. تقوم لما تيجي بتحمل، بتحمل في واحد، لأنه كل مبيض بيبيض في شهره. تاخد أي حبوب تكتم المبيضين، تكتم عشان ما يبيضش سنة، تيجي تروح مبطلة بقى عايزة تحمل، يروح المبيض يبيض لك ده بالطين وده بالطين مرة، ما هو لخبطه، تروح جايب 4 تجيب 3، هي ونصيبها بقى. وعلشان كده كثر التوائم بسبب استعمال حبوب منع الحمل. يعني اللي هيتولدوا هيتولدوا بالعرب، هتلعب على ربك، اللي هيخلقوا هيخلقوا. انت اجلت 3 سنين هيجي لك 3، اجلت 2 سنين هيجي لك 2، وهكذا. فاللي هيجي لك هيجي لك، واللي مش هيجي لك برضه مش هيجي لك، ومش كل واحد هيجي لك هيعيش، لان مش كل عيل بيتولد بيعيش برضه. فالحكايه كلها بيد الله، الامر من قبل ومن بعد. فبيقول لك ومثل ذلك يقال في نحو الحبلة التي لا يمكنها السجود إلا بوضع نحو وسادة. يبقى الست الحامل في أيامها الأخيرة دي تقدر برضو تسجد على وسادة عشان بطنها عالية منها، بحيث أن برضو يبقى عجيزتها عالية كويس، لكن تبقى الوسادة عالية برضو شوية. لكن لو ما تقدرش خالص من كتر ما بطنها هتطرشق منها كده هو، عشان عندها عيال كتير جوه بطنها، يبقى ساعتها الإيماء يكفي، الإيماء يكفي، مش محتاجين بقى نرفع لها وسائد. فهمت بقى؟ دي سهلة الحكاية. وفيما لو طال أنفه، واحد مناخيره طولت أوي بقت زلوم، يجي يحاول يسجد يلاقي هتخبط في الأرض، بيتصوروا هذا. وإن كان أنا أجيب لك صور بقى ناس عندهم أمراض كده مناخيرهم تطول خالص كده، ربنا يعني ينجينا، أجيب لك صور موجودة يعني، وأمراض ربنا ينجي منها. فبيقول لك وفيما لو طال أنفه وصار يمنعه من وضع الجبهة على الأرض مثلا، يبقى في الحالة دي برضو يكفي أننا نحط له وسادة، علشان تبقى الوسادة عند جبهته ويسيب مكانها حفرة كده يحط مناخيره فيه لحد ما إيه جبهته تقابله، مش كده برضو؟ ولا يكلف حفر نقرة في الأرض. ما نقولوش بقى لا انت تسجد على الارض واحفر نقره كده تدخل الزلومه فيها، ما نقولوش لا، لا يكلف ذلك. فهمت بقى؟ ولا يكلف حفر نقره للانف لما فيه من المشق، لانه ممكن يحفر له حته في الجامع يجي واحد يقف يصلي فيها يروح يتخانق يقول له لا انت انا بصلي هنا، انا حافر هنا علشان مناخيري، فهيعمل لنا مشاكل في المسجد. فيبقى في الحاله دي لا يكلف، يكفي ان هو يجيب معاه مخده صغيره كده يحطها ويسجد، وربنا يعافينا ويعافيه. يبقى هيسجد 2 مش كده؟ بيقول لك السجود 2 في كل ركعة، إنما عد هنا، يعني عد الاثنين السجدتين، إنما عد هنا ركنا واحدا لاتحاد جنسهما، وعد 2 في الجماعة لأن المدار فيها على ما تظهر به المخالفة. وإنما أما بيقول لك والتاسع السجود 2، جعلها رقم 1 السجود 2، ما جعلهاش سجدة وسجدة.
عشان يعدهم مرتين، لا، جعل السجود مرتين برقم واحد. وعد ركنين في صلاة الجماعة لأن المدار فيها على ما تظهر به مخالفة، وإنما كرر السجود دون غيره من الأركان. طب ليه ربك فرض لنا أننا نسجد مرتين والركوع مرة واحدة؟ الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ركع مرة واحدة وسجد مرتين، لو كان ركع مرتين وسجد مرة كنا عملنا. لكننا العلماء بيحاولوا يدوروا على حكمة، يعني ايه الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا؟ فبتبقى الحكمة دي اجتهادية. بعض العلماء يقعد يتصور حاجات فيقولوا لك، بتبقى ايه، حاجات طرائف ظريفة انت بتقرأها كده للطرائف، ولكنها ليست من الدين ان تعتبرها من قواعد الدين. وبعدين بعد كده يستضيفوك في التلفزيون في قناة فضائية تقعد تقولها، فواحد تاني يتخانق معاك يقول لك لا اصله ما وردش، وتقعد انت، لا، الحكايه مش كده، دي حاجات طرائف ظريفه بتتقال كده، يعني زي ما تقول تروح عن نفسك، وربما تكون من ضمن الحكم، لكن لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه كانت تخاف تسال النبي في اي حاجه، يخافوا يسالوه الا في الحاجه المهمه، ما يروحوش يقولوا وليه بقى يا رسول الله انت بتسجد مرتين، اصلهم مش بيقعدوا من المصاطب، هم مش اهل مصاطب الصحابه دول، دول كانوا متنقيين علشان يحملوا الشرع الشريف، درجة كانوا يخافوا يسألوا النبي، وكانوا يحبوا واحد غريب يجي يسأل النبي عشان هم يسمعوا الإجابة، لأن هم نفسهم يهابوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول هنا وإنما كرر السجود دون غيره من الأركان لما فيه من زيادة التواضع بوضع أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع. يبقى قال لك إن حال الإنسان في السجود في غاية التواضع والإذلال، وده حال يدل على القيام بحقوق الربوبية والألوهية، كويس؟ لأن الله سبحانه وتعالى الكبرياء رداء والعظمة إزاره، وأرادك أن تتذلل إليه، ففرض عليك أن في موضع الذلة أن تكرره مرتين، فهمت؟ وإنما الركوع ده موضع خضوع لكن ما فيهوش تذلل، فيه خضوع بس. ده علة قالوها. وعلة تانية، ولما فيه من إرغام الشيطان وإذلاله، حيث لم يسجد لآدم وأمر ابن آدم بالسجود فسجد مرتين. يعني الشيطان طبعا هيولول، وعلشان كده الرسول قايل لما ابن آدم يسجد الشيطان إيه؟ يبكي ويولول ويقول يا ويلي، يا ويله يعني. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يبقى دي فيها إرغام للشيطان وترغيم له، مش كده برضو؟ ولما فيه من إرغام الشيطان وإذلاله، حيث لم يسجد لآدم وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، بدل المرة سجد مرتين، كأنه لبيك لبيك، طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، كويس؟ ولذلك ورد أنه إذا سجد العبد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وفي برضو سبب تاني كنت قرأته، قالوا إن الملائكة لما أمروا بالسجود لسيدنا آدم سجدوا، فلما سجدوا ورفعوا لقوا إيه؟ لقوا إبليس واقف ما سجدش، بإيه؟ بيجادل ربه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، واخد بالك؟ لا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما لقوا المنظر ده وربنا طرده قال اخرج منها فإنك رجيم، فراحوا ساجدين سجدة تانية شكر لله انهم ما عملوش زي ابليس. يبقى الملائكة سجدوا اولا امتثالا وثانيا شكرا على بركة الامتثال، فصار السجود مرتين، ده برضو تعليل ربما. ولما فيه اي لما في السجود من شدة القرب بين العبد وربه، كما ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ربك في القرآن بيقول إيه لسيدنا محمد؟ فاسجد واقترب، مش كده برضو؟ فاسجد واقترب، والنبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. وقال بعضهم
الحكمة في كون السجود مرتين أن الركوع فيه دعوة العبودية، واستجدتين كالشاهدين عليه. أي دعوة بترفعها عند القاضي؟ مش عايز 2 شهود عشان يثبتوا أنك أنت راجل صاحب حق؟ فبيقول لك الركوع ده أنت بتدعي أنك عبد لله فيه، فالدعوة دي عايزة شهود، فتجيب 2 شهود اللي هم السجدتين، شهود على صدق دعواك أنك عبد له. فهم؟ كلها حاجات لطيفة يعني، لطائف كده تعرفها بتبقى ظريفة. وأقله أي أقل السجود مباشرة، أقله مباشرة بعض جبهة المصلي، فيجب كشف الجبهة. يبقى ما ينفعش أسجد وأنا إيه مغطي الجبهة كده بالعمة كلها أو بالشال كلها، لأن كده أنا جبهتي ما بشرتش الأرض لأنها متغطية، مش كده؟ فيجب كشف الجبهة، ويسن كشف اليدين والرجلين، طبعا الرجلين للرجل دون المرأة لأن قدم المرأة عورة، يبقى السنة هنا في كشف الرجلين للرجل دون المرأة، ولمن لم يلبس الخف، ولمن لم يمسح على الخف، مش كده برضو؟ لأن لو كان ماسحا على الخف متوضئا ما ينفعش بقى يقلعها ويصلي كده، وإلا وجب عليه غسل قدميه. يبقى سنية كشف الرجل لمن لم يمسح على الجورب أو على الخف، وأن يكون رجلا، لأن المرأة يجب عليها ستر قدميها، ولكن المرأة يسن لها كشف جبهتها ووجهها في الصلاة ويديها، يسن يجب في الجبهة ويسن في اليدين. يعني لو صلت بالجوانتي صلاتها صحيح، لأن احنا قايلين إنه يسن عشان ما تروحش تعمل لي مشاكل مع الستات، يبقى لو صلت بالجوانتي صلاتها صحيح، لكن لو قلعته أحلى تبقى أصابت السنة لأن فيه كمال الخضوع. فهمت؟ والرجل لو هو متوضي وضوء كامل يقلع شرابه ويصلي بيه أكمل وأحلى. فهمت ازاي؟ إلا أن يكون مسحا عليه وفي شروط المسح، يبقى ما ينفعش يقلعه في الحالة دي. واضح بقى الحتة دي؟ طيب. فيجب كشف الجبهة ويسن كشف اليدين والرجلين، ويكره كشف الركبتين. الركبتين حد إيه للعورة وليسوا من العورة، الركبتين. فلو كشفتهم تكاد العورة تظهر، وعلشان كده يكره كشف الركبتين مخافة أن تظهر العورة، فرقية تسترهم. ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة، فلو سجد مع حائل، يبقى اللي يجب ستره منهما مع العورة ده واجب، وما زاد عما يجب ستره يكره كشفه أيضا، لأنه حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. فهمت ازاي؟ يعني الركبة احنا قلنا ما بين الركبة والسرة، يعني الركبة حد ده مش داخل، وطالما هي حد مش داخل يجب سترها، ستر جزء منها لتيقن ستر العورة كاملة، مش كده برضو؟ بيقول لك يجب ستر جزء منها مع العورة، كويس؟ ويكره كشف بقيتها برضو احتياطا، لأن ممكن الإنسان وهو بيتني رجله بيسجد ويعمل يتحرك ثوب، فما يبقى على الآخر كده تقوم يبقى إيه في الحالة دي ممكن تنكشف جزء من عورتي. ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة، فلو سجد، هيدي لك بقى ايه بعد كده التفاصيل اللي هي تفريعات على ما قاله. احنا قلنا يجب كشف الايه؟ الجبهة. فهيقول لك فلو سجد على مع حائل على جبهته، لو سجد وفي حائل على جبهته بحيث يعمها، يعمها يعني لو مبين حتة بسيطة منها وتمشي، لأن المفروض جزء بس من الجبهة يلمس الأرض، جزء. لكن لو كان حائل عم الجبهة كلها، غطى الجبهة كلها، كأن كان في موضع سجوده ورقة أو تراب، فراح سجد على الورقة أول سجدة صح وقام، لزقت الورقة في جبهته، السجدة الثانية نزل فبقت الورقة حائل، لأنها تحركت معه فبقى كأنها جزء منه، إنما الأول كانت جزء من الأرض. فالسجدة الأولانية مشيت حلو، رفع، أما رفع بقت لازقة فيه، يبقى يزيلها هنا عشان يسجد تاني. أو نزل سجد على طين، أرض فيها طين، ف
فالسجدة الأولانية كويس، وهو قايم شال على جبهته جزء من الطين فصار حائل، يبقى لازم يمسحه علشان السجدة التانية ما يبقاش فيه حائل. فهمت بقى الصورة؟ واللي برضه لابس كرافات هيقولها لك، بتتحرك بحركاتي هتيجي. بحيث كأن كان في موضع سجوده ورقة أو تراب فالتصق أحدهما بجبهته لم يصح سجوده معه، وكذا لو سجد على متصل به يتحرك بحركته في قيام أو قعود ولو بالقوة على المعتمد، وكذلك لو سجد على شيء بيتحرك بحركته في القعود والسجود زي حرف كم الجلابية البلدي بتاعته، كمها كبير كده واسع يروح فرده على الأرض كده وساجد عليه. مش بتحصل ساعات لما يكون بيصلي مثلا في حتة سخنة أو حتة متربة؟ في الحالة دي تبقى سجوده باطل لأن الكم ده بيتحرك بحركته. وكذا الكرافات اللي هو رباط العنق، مش كده؟ اسمها كرافات لأن أول من كان يلبسها الكروات، المسلمين الكروفات، وكانوا بيلبسونها ليعلموا نفسهم إنهم مسلمين، عشان الشارع في كرواتيا كان في مسلمين ومسيحيين، كانوا هم عايزين يعرفوا بعض هم في الشارع يعملوا ايه، فاتخذوا رباط العنق وسمي كرفات. كويس. الاتراك الكرفات اللي هم قاعدين في كرواتيا، وبعدين بمرور الوقت الاوروبيين لقوها شيك كده وابتدوا بتاع، فبقوا يلبسوها الاخرين وبقت بقى من ضمن زي ايه الزينه يعني، لكن بدايتها كده. عشان كده كرفات جايه من كروات اللي هم اصلا الاتراك المسلمين. يبقى لو سجد عليها تملي الكرافتة دي بتتحرك بحركته في القيام والقعود، فلو سجد عليها بطل سجوده. فهمت ازاي؟ يبقى لازم يزحها كده ويسجد. لكن لو في ايده منديل، منديل، فلما يجي يوصل للارض يروح فرشه وساجد، وهو قايم يروح شايله تاني ما يضرش، لان ده منفصل عنه مش متصل بثيابه. فهمت؟ ولا يتحرك بحركته، ده ممكن يسيبه على الارض، بس هو ليه بيشيله وهو قايم؟ عشان الهواء ما يطيروش. فهمت؟ ومع كل ما النازله يروح فرده تاني وساجد عليه وهو قايم ياخده في الايد، ما يضرش دي الصوره دي ما يضرش دي. نخلص الاول لان ربما ما تسال عليه ياتي تفريع هنا. لا اتعود انك انت تمسك نفسك. كان احد الاولياء الصالحين كان يقول: كنت اخالف نفسي بحضور مجلس الجنيد 20 عاما، والكلام أحب إلى نفسي من الطعام والشراب، فأحكم نفسي 20 عاما فلم أتكلم في مجلسه. فرب نفسه بقى ولي، لأن لازم مش كل ما الواحد عايز يتكلم شهوة الكلام يروح منفجر كده، شغل أطفال بقى، لكن الرجالة رجالة يحكم نفسه. مش كل ما تحكمك الكلمة تقوم تتكلم، هيتكلم على روحه، نلبسه بامبرز في بقه. فبيقول لك هنا لو بيتحرك بحركته، فهمت ازاي؟ من في قيام او قعود ولو بالقوه على المعتمد. على المعتمد يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي بتتحرك بحركته لو سجد عليها يبطل سجوده على المعتمد في المذهب. لكن صلاته صحيحه على مذهب المالكيه. خد بالك بقى ان صلاته صحيحه على مذهب مين؟ المالكيه. فعلشان ما تعمل لناش مشاكل مع المصلين في المساجد، انت عرفت معلومة نفذها لنفسك، انما التاني اللي بيعملها ومش واخد باله سيبه في حاله بقى، سيبه في حاله، في مذهب ايه يصحح له صلاته. لكن انت لو عايز تنصحه وانت مقبول الكلام عنده مفيش مانع تنصحه، تقول له والله خروجا من الخلاف عند الشافعية هذا السجود باطل، والاولى لما تيجي تصلي تصلي صلاة صحيحة على المذاهب كلها خروجا من الخلاف، فالاحسن بلاش تصلي على الكرباط، ما تسجدش على الكرة ولا على طرف كمك. فهمت ازاي؟ يقوم يقول لك جزاك الله خير، لكن ما تعملهاش قضيه كبيره وتقول قوم عيد الصلاه، لانك لا تامر باعاده الصلاه الا لو كانت صلاته باطله على كل المذاهب، انما لو صحيحه على مذهب لا تعاد. حتى لو صلى من قعود وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته في القعود. يعني افرض انه عنده شال طويل شويه، لو صلى من قعود يبقى طرف الشال قاعد قدامه كده وما يتحركش بحركته وهو قاعد، لكن لو قام يتحرك بحركته. طب افرض سجد عليه وهو بيصلي من قعود،
ولا يتحرك بحركته وهو قاعد، هو بيصلي من قعود لكن يتحرك بحركته من قيام. يبقى ايه رأيك في السجود ده؟ الحكاية دي خلت الفقهاء يقعدوا يختلفوا. قال والله هل العبرة بيتحرك بحركته بحاله في حال قيامه الذي إذا صلى من قيام، ولا العبرة بحركته حيث كان يصلي من قعود فلا يتحرك، يعني نشوف حالته. ففي من قال أنها صلاته صحيحة لأنه لا يتحرك بحركته لأنه يصلي من قعود، وفي من قال أن صلاته باطلة لأن العبرة بكمال الصورة، لازم نحكمها بصورة القيام، وأن جلوسه هذا استثناء، فهمت؟ لأنه عذر، فنحكم بقية الأحكام على الكمال، فهمت؟ يبقى نظرة الفقهاء فيها هتختلف في الحتة دي. حتى لو صلى من قعود وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته في القعود، وكان بحيث لو صلى من قيام لتحرك بحركته ضرا، يبقى هنا أفتى بأنها تضر، كويس؟ خلافا لمين؟ للشيخ الخطيب الشربين. الشيخ الخطيب الشربيني قال لا ما يضرش. شافعية برضه، خطيب الشربين شافعي كبير. خلافا للشيخ الخطيب حيث قال بعدم الضرر اعتبارا بالحالة الراهنة. حالته الراهنة ايه؟ بيصلي من قعود. طب هو بيتحرك بحركاته دلوقتي؟ قال لك لا، قال لك خلاص ما يضرش. ده شاء رأي الشيخ الخطيب الشربين. التانيين قالوا لا، باعتبار كمال صورته في حال ايه؟ عافيته. ولو سجد، تفريعة تانية، ولو سجد على متصل به لا يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل جدا لم يضر. انت عارف في ناس عمامتهم تبقى طويلة قوي زي الجماعة الافغان، لدرجة انه يجيب توب قماش يلفوا عمامه. شفتهم انت الجماعة الافغان؟ توب كبير كده يروح لفه يعملوا عمامة، ويبقى مدلدل لحد الارض، يروح لفه ملفتين على رقبته وماشي. طب افرض بقى ده راح مسايب للعمامه، طرف العمامه ده طويل قوي على الارض، بحيث ان هو بيقف ويقوم ويقف ويقوم ما بيتحركش بحركته، يبقى يصح سجوده، يصح سجوده، خدت بالك؟ لانه اعتبرها كانها سجاده صلاه، خلاص كانه بيصلي على سجاده ثابته. بيقول لك هنا ولو سجد على متصل به لا يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل جدا لم يضر، لأنه في حكم المنفصل. وهكذا لو سجد على نحو منديل بيده فلا يضر، لأنه لا يعد متصلا في العرف، لأن منديل منفصل أصلا، مش متصل باللبس، ده ماسكه في إيده. ولو سجد على عصابة جرح، يعني واحد اداله بالروسية فاتبطحت جبهته علشان مناكف، قاعد يمشي في الشارع يتخانق مع الناس، فربنا ابتلاه بواحد مفتري عشان يكسر انفه، راح اداله بالروسية في جبهته، راح المستشفى خيطوا له غرزتين وراح ربطوها له بعصابة، وجاي يصلي هيسجد على ايه؟ على الرباط ده. يبقى هنا بيتحرك بحركته، ادي الصورة اللي عايز يقولها لي. ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه، أو فتح خراج أو فتح دمل أو أي حاجة من دي، أو عمل عملية في جبهته وشق عليه إزالتها، بحيث إن كان الجرح ما يقدرش إيه يشيل الضمادة كل شوية يشق عليه، الدكتور قال له خليها مربوطة كده لمدة يومين ثلاثة وتعالى لي بعد يومين أغير لك، فما يقدرش يفكها لحسن تخر منه حاجة، ولم يكن تحتها نجاسة غير معفوة عنها، وما يكونش تحتها نجاسة غير معفوة عنها. في نجاسة معفوة عنها اللي هو ايه؟ اللي هو يدوب الدم اللي ناشع بقدر الجرح ده يعفى عنه، او الصديد الناشع بقدر الخراج، فهمت؟ دي نجاسة يعفى عنها. ولم يكن تحتها نجاسة غير معفوة عنها وكان متطهرا بالماء لم تلزمه الإعادة. كل دي بالشروط دي، يعني لما اتبطح او اتعور في جبهته كان متوضي، فراح للمستشفى ربطوا له جبهته ونشع الدم على قدر الجرح وراح يصلي، ما عليهوش الاعاده لانه كان متوضئا على الرباط ده، فهمت ازاي؟ لما اتبطح. لكن لو كان اتبطح وما كانش متوضي وراح المستشفى ربطوها له
يبقى في الحالة دي هيجمع بين الوضوء والتيمم عن الجزء ده ويصلي وعليه الإعادة لما يخف. فاكرين باب التيمم؟ قلناها كده. لكن هنا هيقول لك سورة ليس عليه الإعادة. وكان متطهرا بالماء لم تلزمه الإعادة، لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر، لم تلزمه الإيماء الإعادة وهو بيسجد إيماء بدون ما يلمس الأرض مع عذر علة أو مرض، بنقول له ما يعيدش، يبقى مع دي من باب أولى. فهمت بقى؟ فعدم لزومها لهذا لوجود يعني الضمادة أولى. طيب هيجيب لك تفريعة تانية. واحد طلع له شعر لحد جبهته، بقت جبهته لازقه في حواجبه كله شعر واحد كأنها راس. طب هل نعتبر الشعر ده حائل يتحرك بحركته ام لا؟ كل ده بيجيب لك تفريعات، لان الفقيه عرضه انه يمر عليه كل الحاجات دي والاسئله دي يعرف يجاوب، فبيجيب لك كل التفريعات دي علشان انت تبقى قاعد فقيه ملو هدومك، اما تيجي لك سؤال تعرف تفكر فيه. ولو سجد على شعر نبت بجبهته كفى، لأن ما نبت عليها مثل بشرتها. يبقى اعتبر ان الشعر اللي نبت على الجبهة ليس بحائل، لأنه ده شيء طبيعي كأنه بشرته، ده مش حائل. ما نقولوش يجب عليك حلاقته أو إزالته أو نتفه، ما نقولوش كده، يسجد عليه خلاص. فهمت؟ لأن ما نبت عليها يعني على الجبهة مثل بشرتها، ذكره البغوي في فتاويه. الإمام البغوي لما اتسأل في السؤال ده قال كده فنقلها عنه. وكذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته، افرض طالع له ورم دهني كده، كيس دهني كده طالع زي البرتقال في جبهته، فبقى يسجد عليها، ما بقت دي برضه كأنها رفع جبهته عن الأرض، قال لك برضو لا يضر، لأنها بقت كأنها جزء من جبهتي، مش كده برضو؟ جزء من جبهتي، لأنها جزء منها، بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر، بخلاف ما لو يحط إيده كده ويسجد عليه عشان الدنيا مثلا حر أو شيء من هذا يضر، لأن إيده دي مش جزء من جبهته، مش كده برضو؟ وبعدين يقول لك بعد جبهة المصلي، هيعرف لك إيه هي الجبهة. فهمت ازاي؟ الجبهة، خد بالك ان الحتة اللي هي بتحط ايدك هنا، امشي معايا كده في الشعر بتاع الوجه، الشعر اللي بين اللي على الفك السفلي، اللي على الفك السفلي اللي بين زاوية الفك السفلي لحد ما يلتقي مع الذقن كده، كده ده اسمه الشعر اللي على الفك السفلي، ده اسمه الذقن أو اللحية، مش كده برضه؟ طيب اطلع بعد الزاوية الفك دي على فوق، ده يسموه العارض، لأنه بيعرض للإنسان من الإنسان لما تبص له من جنب، لما تبص له من جنب يعرض. فهمت ازاي؟ فسموه العارض. تطلع فوق العارض ده تلاقي حتة عظمة كده أمام الأذن. فهمت ازاي؟ اللي هم الجماعة عند الحلاقين يقول لك هعمل لك السوالف تحت العظمة ولا فوق العظمة يا سعادة البيه؟ فهمت ازاي؟ العظمة دي الشعر اللي عليه يسموه ايه؟ العذار. العذار سهل. فوق العذار الصدغ، يبقى الشعر اللي فوق العظمة دي اسمه الصدغ. لما واحد يضربك عليه تقول له انت ضربتني على صدغي، فهمت؟ يبقى ده الصدغ. ولما تحط ايدك عليه كده وتندغ تلاقيه يتحرك. جرب كده اندغ، دوس على اسنانك تلاقيه يتحرك، لان في عضله من عضلات المضغ كبيره، واخد بالك؟ اسمها عضله الصدغ. يبقى الشعر اللي عليها ده اسمه الصدغ، كويس؟ طيب تمشي بقى ايه للامام كده من الصدغ، تلاقي الشعر خلص ودخلت في حته من اعلى الحواجب لا شعر فيها، يسموها ايه؟ الجبين. الجبين، يبقى انت ليك جبينين، يتقابلوا الجبينين في النص في الجبهة، يبقى عندك جبهة في الوسط محاطة بجبينان، في
ثم بعد ذلك يبدأ الصدغ. سهل. طب والحتة اللي مش طالع فيها شعر دي من الرأس يسموها النزعة، لأنها منزوعة إيه؟ الشعر، تلاقيها داخلة جوه من الرأس لكن ما فيهاش شعر، يسموها النزعتان. يبقى فوق كل جبين نزعتان من الرأس، مش كده برضو؟ ويبقى الإنسان له جبينان وله جبهة واحدة وله صدغان. طب والشعر اللي على الشفة السفلى اسمه العنفقة، الشعر اللي على الشفة السفلى اسمه العنفقة، واللي على الشفة العليا اسمه الشارب، الشارب اللي هو الشنب. الشارب ده سموه شارب عشان بيشرب معاك فسموه شارب. والشعر اللي ينزل من الشارب لحد حوالين الفم كده ويعمل زي قوس يلتقي مع شعر الذقن يسموه السبال، السبال. كويس. وبعدين الشعر اللي قدام العارض اسمه شعر الخد، ليس من اللحية، لك أن تزيله ولك أن تتركه، أنت حر، ما تفرقش. النبي كان لا يزيله لأن أصلا ما كانش بيطلع له في خده كتير، لأن كان ربنا خلقه على أجمل صورة. لكن في ناس لما يجي يسيب شعر خده تلاقيه ربط بحواجبه ويبقى شكله مخيف، فهمت؟ عشان كده دخل أحد العرب الأعراب لحيته كثة وشعره كده وعينين براقة في وسط شعر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل علي أحدكم كشيطان، ما عجبوش المنظر ده فأمروا بأنه يهذب نفسه. اللي بيدعوا بقى انه يقول لك اصل الرسول لم ياخذ من لحيته شيء يبقى انا ما اخدش. طب ما انت مش في جمال سوره النبي؟ النبي لم ياخذ لانه لم يحتاج، ولكن لما دخل عليه من احتاج اعرض عنه وقال ياخذ يدخل عليه احدكم كشيطان. ادي الفقه الفهم. عشان كده على مر العصور العلماء كانوا يسووا لحيتهم ويعتبر ان دي هي السنه، السنه انك انت تسويها عشان تبقى ايه؟ تبقى يعني جميل الصوره، ما تبقاش داخل كس اشعث، ما يبقاش كده يعني، مش كده برضه؟ طول عمر العلماء بيعملوا كده، الا بس الايه؟ الجماعه اياهم اللي هم ايه؟ قالوا ان احنا علماء، وهم ما اتعلموش على العلماء، هم قروا كتابين، كتابين بالعدد، وسمعوا 3 شرايط، وبعدين بعد كده بقوا علماء. ربنا يعلمهم. يبقى هنا بيفهمك ايه هي الجبهه بقى اللي انت هتسجد عليها، يبقى الجبهه اللي هي في الوسط بين الجبينان. والجبينان اللي هما بيليان الصدغ. سهلة. نقرأ بقى كلام الشيخ. بعض جبهة المصلي وهي ما بين الصدغين طولا وما بين شعر الرأس وشعر الحاجبين عرضا، وخرج بالجبهة الجبين وهو جانب الجبهة من الجهتين، فلكل شخص جبينان فلا يكفي وضعه وحده. يعني ما ينفعش تيجي تسجد على جبينك كده بجنب كده، لان انت بتسجد على جبهتك مش على الجبين. كويس. فلكل شخص جبينان فلا يكفي وضعه وحده، لكن يسن وضعه مع الجبهة، وإنما اكتفى ببعض الجبهة لأنه بذلك يصدق عليه أنه سجد على الجبهة، ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه مع الجبهة في السجود، لخبر الشيخين أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على 7 أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى دول 7 سهلين أهو. هيجيب لك بعد كده بقى نماذج للإيه؟ للتوائم الملتصقة. أنت كل شوية تسمع دلوقتي توائم ملتصقة، يتولد راسين لازقين في بعض في جذع واحد، مش كده برضه؟ أو تلاقي جذعين متصلين ببعض برأس واحدة، أو جذعين ورأسين بحوض واحد ورجلين بس، مش كل ده بتلاقيهم في الصور دلوقتي بكثرة التوائم الملتصقة الآن. فهيجيب لك أمثلة ليها إزاي ده يسجد ليه راسين. طب هيسجد بأني راس؟ فهمت؟ زي ما دي مشاكل برضه، ما هو لازقين في بعض. أو اتولد ليه 4 إيدين، طب احنا بنقول يحط كفيه على الأرض، أني كفين فيهم دول؟ حاجة تلخبط، مش كده؟ فهو بقى بيقول لك النماذج دي كلها إزاي تحلها أيها الفقيه. ولو خلق له رأسان و4 أيد و4 أرجل، مش في ساعات 2 ملتصقين من البطن؟ يقول لك إيه؟ قلب واحد وكبد واحد
ومسارين واحدة، لكن بعد كده يطلعوا براسين وبرجلين من تحت وكلهم ايدين. في صور زي كده، يبقى عنده هنا راسين واربع ايدين واربع رجلين، يسجد ازاي؟ فهمت؟ ادي صورة. ولو خلق له رأسان واربع ايد واربع ارجل فان عرف الزائد. لو الدكاترة قالوا لا ده الحاجات دي زيادة، ده هو ده بس الاصل، لكن دي راس، لكن راس ما فيهاش حواس، ده ما بيشوفش بيها. فهمت ازاي؟ ده ما بيسمعش بيها، ده ما بياكلش بيها، دي راس بس زيادة كده، يبقى دي زايدة، يبقى يسجد بالأصل. مش كده برضو؟ يسجد بالأصل. فإن عرف الزائد فلا اعتبار به، وإن سامت، وإن سامت ولو كان بمحاذاة الأصل فلا اعتبار به برضو. العبرة بالأصل، اللي هو بيتكلم منه، بيتغذى منه، بيشوف منه، بيتنفس منه، يبقى ده الأصل. فهمت؟ وإن سامت يعني كان إيه على جهته. وإنما الاعتبار بالأصل وإن كانت كلها أصلية. طب بيشوف برسوله الاثنين، بياكل برسوله الاثنين، بيتكلم بلسانين اثنين، يعني الاثنين أصليين. فاهم؟ هجيب لك صورة تانية بقى. وإن كانت كلها أصلية اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين. يبقى يكتفي بأحدهم لو كانوا الاثنين أصليين. يبقى لو كان واحد أصلي وواحد غير أصلي يكتفي بالأصل وجوبا، ولو كانوا الاثنين أصليين يكتفي بأحدهما وجوبا. كويس؟ والمراد أن يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار، وركبة من هذه وركبة من هذه، وقدما من هذه وقدما من هذه. سهلة دي. فلا يكفي وضعهما من جهة واحدة، فما ينفعش يسجد برجلين من ناحية واحدة ويسيب رجلين التانيين. لا، في الحالة دي بقى يبقى يحط إن شاء الله رجل من هنا ورجل من هنا، ما يجراش حاجة. فلا يكفي وضعهما من جهة واحدة. فإن اشتبه الأصل والزائد، مش عارفين الأصل من الزائد، يعني بيشوف بالراس دي وبياكل بالراس التاني، وبيتنفس بالراس دي وبيتكلم بالراس دي، الله، يقوم الفقيه يتلخبط. طب انا هحكم اني راس، اني راس دي الاصليه بقى، اذا كان ربنا وزع حواسه على الراسين. فهمت؟ ادي اشتبه. شوف جايب لك كل الاحتمالات ولا لا؟ شفت الفقهاء اكابر ازاي ولا مش اكابر؟ يعني ما تفتكرش ان الحكايه سايبه، وقايلين الكلام ده من كام؟ من 300 400 سنه. يبقى احنا عندنا تراث فقهي قوي. ده الإمام الشافعي كمان اتكلم على نقض الوضوء بخروج البراز من البطن، اللي احنا نسميه تحويل مجرى براز على جدار البطن. مش يقولوا هعملوا له كيس يتبرز منه في بطنه، يعملوا له كيس يتبول منه في بطنه لما يشيلوا المثانة. الإمام الشافعي اتكلم على الحاجات دي، يعمل ايه ويتوضى ازاي، واتكلم على اللي يتولد من غير قسط، يعني ملوش خرم يتبرز منه. في عيال كده بيتولدوا كده ملوش خرم يتبرز منه، يوم الدكاترة أول ما يكتشفوه كده بيروحوا يفتحوا له بطنه ويطلعوا له حتة من أمعائه ويحطوا له كيس يتبرز منه. الإمام الشافعي اتكلم على كل الحاجات دي، يعمل إيه؟ يتوضى إزاي؟ يصلي إزاي؟ يعمل إزاي؟ يبقى كل الحاجات دي مهمة، تراث قوي كبير عظيم ما نهملوش، يجب المسلمين يتعلموه. إنما مش كل واحد يقول لك أنا هبتدي. تبتدي منين؟ مش الأول تبتدي من حيث انتهى الآخرون، ولا هتبتدي الأول تفكر؟ طب شوفهم هم فكروا ازاي، يمكن تجد حاجات لا تخطر في بالك انت اصلا يحلوها لك، وبعد كده لما يعرض عليك امور جديده يتربى فيك الحس الفقهي، تقوم تقدر بعد كده تستنبط لان اتربى فيك حس فقهي. فهمت بقى المساله؟ عشان كده يجب انك تتعلم الاول في الكتب القديمه دي، اللي الناس الاول يقول لك دي كتب سفره يا عم ما تقراهاش. سفره ايه؟ ده اللي طلع الاشاعه دي كلها الانجليز لما جم مصر، لقوا علماء الازهر اكابر وبيقروا في كتب سفره من ورق اصفر، لان الورق الاصفر يعيش بال 200 300 سنه ما يجرالوش حاجه. فكانوا يحبوا يكتبوا التراث بتاعهم في ورق يعيش سنين طويله. فبقى يقول لك ده ورق اصفر وحش علشان يشوهوا صوره علماء الازهر. وبعدين بقوا يطبعوا بعد كده في ورق ابيض. الناس لما بقوا اللي بيذاكروا في الورق الابيض بقى مخهم ابيض. ما فيهوش، دي حقيقه. لكن اتفرج انت على الناس بتوع الورق الاصفر بيفكروا ازاي. بيحلوا لك مشاكل لا تخطر في بال فقهاء هذا العصر.
إلا لو قرأوا هذا الورق. فبيقول لك هنا إيه بقى؟ فإن اشتبه الأصلي بالزائد، فهمت يعني إيه اشتبه الأصلي بالزائد؟ يعمل إيه الفقيه؟ وجب وضع جزء من كل منهم. الفقيه مش هيحتار، أنت بتاكل براسك دي وبتتكلم براسك دي وبتشوف براسك دي وبتسمع براسك دي، يبقى حط جزء من جبهة دي وجزء من جبهة دي عشان تبقى مصلي، لأن بقت راسينك كأنها راس واحد، يبقى اسجد بجزء من دي وجزء من دي عشان تخرج من عهدتك قدام ربك، لأنه صار إنسان مكلف. وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها لاحتمال زيادته. ونقل عن الرمل في الدرس أنه يكفي وضع جزء من بعضها لأن المأمور به السجود على 7 أعظم وهو حاصل بذلك، ونقله عن والده أيضا، لكن المعتمد الأول، لأن وضع الزائد في ذلك إنما هو لتحقق وضع السبعة الأصول كما هو ظاهر. ولو خلق كفه مقلوب كده، اتخلق كفه مقلوب كده كأنه بيقول لله، ما يعرفش يلف، فهمت؟ معمول كده، يجي يسجد ازاي؟ خلاص يبقى يعتبر ظهر كفه كأنه باطن كفه، هيسجد عليه، صار له حكم باطن كفه. ولو خلق كفه مقلوبا وضع وجب وضع ظهر كفه لأنه في حقه بمنزلة البطن، بخلاف ما لو عرض له الانقلاب، بخلاف ما لو ايه جاله ألم في المفصل ده فما بقاش يقدر يلفه كده فعرض ليه، وبعدين بعد ما خف الألم ثبت كفه على كده، لكن يقدر يلفه بكتفه، يبقى في الحالة دي وجب أنه يلفه، واخد بالك؟ ولو فيها بعض الصعوبة، لكن لو صعبة خالص مستحيلة خلاص مريض بقى، مريض خلاص. بخلاف ما لو عرض له الانقلاب فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب. بمعين يعني إيه؟ يعني ولو يجيب جميرة يركبها وتروح قلبله كفه كده ساعة الصلاة بس، آدي معين، فهمت ازاي؟ يروح ساعة الصلاة يروح لابس الجبير، يروح ساجد وبعد كده يفك الجبير، ادي معين مثلا. وجب والا فلا، والا ولو ما يستطيعش يبقى خلاص ما عندوش جبيرة، ما يستطيعش يشتريها، صعبة عليه، بتألمه لما بيلفها، خلاص يسجد على حاجة، كل ده ما فيهاش مشكلة. ولو خلق بلا كفة أصلا خلاص هيسجد على ايه؟ على دول ما عدا الكف اللي مش موجود، زي واحد اتقطع كف في حد سرقه او في حادثه او شيء من هذا، يبقى خلاص هيعمل ايه؟ يبقى مش هيحط. ولو خلق بلا كف فقياس النظائر انه يقدر له مقدارها، قوله موضع سجوده مفعول للمباشره، وقوله من الارض الى اخره بيان لموضع سجوده، وقوله او غيرها اي كسفينه وقطن وتبن وسجادة ونحوها. ولو سجد على شيء خشن يؤذي جبهته مثلا، فإن زحزحها من غير رفع لم يضر، وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود. يعني حط جبهته على حاجة خشنة وجعته، فلو زحزحها كده بدون ما يرفعها علشان يحطها في حتة ناعمة شوية ما توجعوش ما يضرش، ولو رفعها قبل ما يطمئن قبل ما تسكن أعضاؤه وحطها في حتة تانية ما يضرش برضه، لكن بعد ما اطمئن لو رفعها وحطها تاني كأنه سجد سجدتين بلا اطمئنان بينهما ففيها زيادة يضر. فهمت بقى الحتة دي؟ يضر يعني تبطل صلاته. وإلا ضر لزيادة سجود، كأنه سجد مرتين وهيجي بعد كده يقعد ويسجد تاني كأنه سجد 3 مع جلوس بين ايه 2 منهم، واحنا المفروض بنسجد سجدتين بس. طيب ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلق، يعني حط جبهته كده وبعدين رفعها وبعدين حطها من غير اي عذر ضر مطلقا، بغض النظر عن ان نسأله انت اطمأنيت رفعتها بعد ما اطمأنيت ولا رفعتها قبل ما تطمئن،
ما نسألش فيه. يبقى احنا بنشوف قبل الاطمئنان او عدمه لما يبقى في عذر، فهمت؟ لكن لو بغير عذر ضرة مطلقا، لانه فيها تلاعب، لانه ما فيش عذر. طب افرض انت رفعتها خلف الامام، ظنيت ان الامام قال الله اكبر، وبعدين لقيته لسه ساجد ونزلت، ما يضرش. فهمت ازاي؟ لان انا في عذر الانقياد بالامام، بتنقاد للامام. انت ما رفعتهاش، انت ظنيت ان الامام قال الله اكبر. فهمت ازاي؟ بس لانه طول قوي في السجود، فافتكرته قال الله اكبر وانت ما سمعتش، فرفعت كده فلقيت الناس كلها ساجدين، تروح نازل ما يضرش. فهمت؟ واكمله، يعني اكمل السجود، اي اكمل السجود من حيث التكبير لهويه وترتيب الاعضاء في الوضع، ان يكبر لهويه فيبتدئ التكبير من اول الهوي ويديمه حتى ينتهي الى السجود. الشافعيه رايهم كده، ان التكبيره الانتقاليه تبداها من اول الحركه وتنهيها عند نهايه الحركه. ده راي الشافعيه كده. المالكيه يقول لك تقولها من وسط الحركه وتنهيها عند نهايه الحركه، او من اخر الحركه. يعني لما تصلي ورا واحد ملكي تلاقيه نزل، واول ما يوصل للارض الله اكبر. مش بتشوف ما اما يعملوا كده؟ دول ملكيه. الشافعيه من اول وهو واقف الله اكبر، بحيث ألف الله يقولها وهو بينزل، وراء أكبر يقولها لما جبهته تلمس الأرض. فهمت؟ خلاص، ما هو المأموم لازم أصلا لا يتبع الإمام إلا بعد ما يسمع راء أكبر، يبدأ في الحركة، وإلا يبقى هو مش عارف أداب الصلاة أصلا. نعلمه، نقول له أيها المأموم لا تتحرك إلا بعد الانتهاء من حركة الإمام. وحركة الإمام علامتها إيه؟ تكبيرة الانتقال. فإذا انتهى من تكبيرة الانتقال ابدأ أنت حركتك، مش كده برضو؟ يبقى نعلم المأموم. بيقول لك هنا فيبتدئ التكبير من أول الهوي ويديمه حتى ينتهي إلى السجود، يعني الله أكبر، وهو برضو أي يرفع هيقف يقول الله أكبر لحد ما يقف. فهمت؟ والهوي بفتح الهاء وضمها معناه السقوط، وقيل بالفتح الهوي السقوط، وبالضم الهوي الصعود. وعليه فيتعين الفتح هنا لأن المراد السقوط. يقال هوى يهوي، كضرب يضرب إذا سقط، هوى يهوي يعني إيه؟ سقط. بخلاف هوى يهوى كعلم يعلم، فإنه يقال ذلك إذا أحب. يقول أنا هويت وانتهيت يعني حبيت، مش كده برضو؟ يبقى هوى يهوى، يقول لك أنا أهوى الحاجة الفلانية دي يعني أحبها، والتاني يقول أنا أهوي يعني أسقط. فهمت؟ يبقى في فرق بين أهوى وأهوي. فهمت الفرق؟ بلا رفع يديه، يبقى لما يجي ينزل للسجود بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ينزل من غير ما يرفع إيده، بخلاف لما بيجي يركع بيقول الله اكبر يرفع ايده، وما يقول سمع الله لمن حمده بيرفع ايده، لكن لما يجي يسجد ما بيرفعش ايده، ينزل على طول بلا رفع يديه. فلا يسن رفعهما لذلك، بخلاف هويه للركوع والرفع منه. ويضع، اي وان يضع، فهو عطف على يكبر فيكون من الاكمل، لكن من حيث الترتيب في الوضع فلا ينافي ان وضع هذه الاعضاء ما عدا الانف من الواجب، بخلاف الترتيب بينها في الوضع هكذا بأن يضع. الشافعية بيختاروا إنك لما تيجي تنزل تسجد توصل بركبتيك الأول، وبعدين إيديك الاتنين، وبعدين جبهتك آخر حاجة تلمس. ده اختيار الشافعية لو كنت في كمال الصحة، لكن افرض ما تقدرش تعمل كده علشان عندك ألم مثلا لأي سبب، يبقى انزل بإيدك الأول وبعدين ركبتيك وبعدين جبهتك، سهلة لو كان في عذر مرض. لكن الشافعية يفضلوا لو أنت في كمال العافية أول نزول أول حاجة تلمس الأرض منك ركبتيك، ثم يديك، ثم جبهتك. كويس؟ وطبعا قالوا إن الجبهة بيبقى معاها الأنف، الجبهة معاها الأنف، خط واحد، فإنه من الأكمل. ثم جبهته وأنفه أي معا، كما أشار إليه بتعبيره بالواو، فوضع الأنف سنة مع الجبهة، وإلا يكفي وضعه وحده لأن المعتبر هو الجبهة. الجبهة هي الفريضة، والسنة إن أنفه تبقى معاه،
لو ما وضعش انفه على الارض سجوده صحيح، لكن لو وضع انفه وما وضعش جبهته تبقى سجوده باطل، لان العبره بالجبهه. والعاشر اي من اركان الصلاه الطمانينه فيه، الطمانينه في السجود يعني، تقدم تفسيرها بانها سكون بعد حركه او سكون بين حركتين، بحيث ينفصل رفع عن هويه. وقول اي السجود تفسير للضمير، بحيث ظاهر ان هذا تصوير للطمانينه وليس كذلك، بل هو تصوير للتحامل في الجبهه. فلعل هنا قال ايه، بحيث ينال موضع سجوده ثقه الراس، فده تفسير هنا تصوير لتحامل الجبهه مش لايه، مش للاطمئنان، تصوير للتحامل في الجبهه. فلعل هنا حذفا والتقدير ويجب التحامل في الجبهه، بحيث ينال موضع سجوده ثقة الرأس، ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجوده، بل يتحامل، بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. بل هو تصوير للتحامل في الجبهة، فلعل هنا حذفا والتقدير ويجب التحامل في الجبهة بحيث إلى آخره. ولا يجب التحامل في غير الجبهة على المعتبر، ما يجبش التحامل في اليدين مثلا، مش شرط، لا يجب. فيجب تمكينها فقط، تمكين اليدين، الركبتين، القدمين، لكن التحامل يجب عند الجبهة. لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. قوله ينال أي يصيب، وقول موضع سجوده مفعول مقدم، وقول ثقل رأسه فاعل مؤخر. ولا يكفي إمساس أي لعدم التحامل، ما يكفيش إنك تمس الأرض بجبهتك وتبقى شايل تقلك على ظهرك. فهمت إزاي؟ زي اللي بيبقى إيه يعني متحفز كده. ما يكفيش كده، مع إنك مسس بجبهتك الأرض، لا ما يكفيش، لازم التحامل. أي لعدم التحامل ولو مع وجود الطمأنينة، فليس ذلك من مفهوم الطمأنينة، وإن كان قد يتوهم من كلام الشارح خلافه. بل يتحامل أي بالجبهة فقط، لأنه لا يجب التحامل في غيرها كما علمت. بحيث لو كان، ده تصوير للتحامل، وهو توضيح للتصوير السابق، أعني قوله بحيث ينال إلى آخره. وقوله بحيث لو كان تحته قطن مثلا أو تبن أو نحو، وقوله لانكبس أي اندك، وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل، وإلا كفى انكباس الطبقة العليا منه فقط، وهي التي تلي جبهته، بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها. وظهر أثره أي أثر التحامل، والمراد بأثره الثقل. وقوله على يد أي ليد، فعلى بمعنى اللام، فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليد، كأن تحس يده الثقل وتشعر به. وقول لو فردت تحته أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا، أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا. ونقف على الحادي عشر، وهو الجلوس بين السجدتين. يبقى كده احنا انتهينا. يعني هو بيقول لك إن يجب التحامل على جبهته، بحيث يبقى ثقل جسمه منقول عن طريق جبهته، وتبقى جبهته أخفض من عجيزته، عشان ويبقى السجود على جزء من الجبهة أو الجبهة كلها. ويسن أن يكون معها الأنف، وكذلك يسن كشف اليدين والرجلين للرجل إن لم يكن ماسحا على خفيه. والله أعلم. أيوة، عايز تقول يا عمر؟ أنا عندي سؤال، السؤال الأولاني في حاجة، عشان بصراحة حكاية بتحصل بالذات وبالذات مش مصر السعودية بالذات، يعني تلاقي الناس نازل أمامه ويتعمد يسجد عليه أصلا. كذا مرة ما احنا قلنا إن هو إيه، باطل على مذهب الشافعية، يجوز على مذاهب أخرى، وفي كثير من النساء تسجد على الخمار بتاعها برضه. احنا نقول لهم ان احنا حتى في السعوديه بيقولوا ما حدش يعمل كده، وبعد كده في ناس برضه مستمر على الناس. معلش، الحمد لله ان فقه المسلمين واسع يشمل هؤلاء الجهل، ما يجراش حاجه. دي حاجه سؤال تاني، بالنسبه لحكايه التوالي المنتصف والكلام ده، طب بالله عليك، انا مثلا بس بتتكلم كان ده شخص واحد، فافرض الشخص التاني ده موجود كائن بذاته، ما خلاص بقوا ملازقين في بعض. فزي ما واحد حصل لي كده، وبتاع حصل لي بالمشاكل، زي ما تتم الصوره بالباب بسرعه. يبقوا يتفقوا مع بعض، هو ده يسجد في الظهر والتاني يسجد في العصر. يتفقوا مع بعض من غير خناقه.
بس راح يشدوا شعر بعض يعني اسمتهم كده. لا لا ما يعرفوش اصل هم اصبحوا مرتبطين ببعض يعني ما يقدرش يمشي الا مع بعضه ولا يروح الا مع بعضه. شفت انت التوأم الملتصق اللي في ايران وصلوا 21 سنه بنتين كانوا لازقين في بعض وبعدين واحده منها بقت عايزه تشتغل صحفيه والتانيه عايزه تبقى محاميه عايزين ينفصلوا بقى كل واحد عايزه تعيش حياته حاولوا يفصلوهم في امريكا ماتوا. اه ما معروفه يعني. ابتلاء بقى ربنا ينجينا الحمد لله. ها؟ التصاقهم كان منين؟ ايه؟ التصاقهم كان منين؟ التصاقهم كان من الجزع يعني دي جنب بعض يمشوا ايوه مش بيمشوا ده هو يعني راسين وجزعين وقلب وصدر وكانوا ملتصقين في الجهاز الهضمي والجزع. رجلين واحدة فكانوا بيفكروا بقى يخلوا واحدة برجلين والتانية على كرسي بعجل. واخد بالك لكن ما نجحوش ماتوا الاثنين من نزيف لما حاولوا يفصلوا. كانوا ملتصقين من الراس من ورا كده وبعدين بعد كده بني ادم كامل مش كده كاملين. طب شوف طلاقه القدره بقى طلاقه القدره بقى سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الحمد لله الصور دي نادره لان الوقت انت بتصلي بالموكيت وربنا كرمك لكن هو الصورة هنا لما يبقى تراب يحول يعني ايه يعني عمل طبقة كبيرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة القدر سجد في ماء وطين كده كويس فبقى طين كتير اهو فيبقى في الحالة دي الشافعية يقول لك ايه مع كل رفع يمسح بس عشان يبقى مع كل سجدة سجدته سليمة عشان ما يبقاش في حائل يلزق فيه بس لكن لو غبار ده مش حائل الغبار ده مش حائل ما لو سجد على اطراف اصابعه دون كفه سجوده صحيح ولكن مخالف للسنه لكن سجوده صحيح ولو رفع رجليه سجوده صحيح مع الحرمه ياثم ولكن سجوده صحيح لانه يجب ان يسجد على سبعه كويس لكن يبطل لو ايه لو رفع جبهته وسجد على الباقيين كلهم لان الاصل السجود الجبهه هي العضو الاصلي في السجود لكن لو رفع رجليه زي في ناس ساعات يبقى رافع رجليه كده خالص مش لامس بيهم الارض وساجد لامس بركبه وايديه وجبهته ورافع رجليه كده فده سجوده يبقى صحيح مع الحرمه مع الاثم لا يضر لا يضر صلاته صحيحه ما نقولوش عيدها لكن نقول له ما تعملش كده تاني وكذلك لما يجي يسجد وحاطط ايه ظهر صوابعه كده مش باطن اصابع قدمه حاطط ظهره كده لان العبره بالباطن صوابع بعد الصلاه قلت له كده قال لك انا صوابعي مكسحه مكسوره وجعاني اي حاجه خلاص سيبه بقى مريض مش تمسك له صوابعه وتتنقله كده تكسرها كشف المرأة في الصلاه لا احنا قلنا يقتل صلاه لان المراه كذلك مش عند الشافعية بس الملكية والشافعية والحنابلة عندهم لا يجوز للمرأة أن تكشف في صلاتها إلا وجهها وكفيها يبقى قدميها حاجة كبيرة يعني على مذهب الأحناف تبقى صلاتها صحيحة على مذهب الأحناف خلاص كبيرة أو صغيرة ولو بتصلي في أوضتها لوحدها لا ما تكشفش الأحناف قاسوا القدمين على الكفين قاسوا واحنا عندنا لا يقاس في العباده لان العباده توقيفيه فالشافعيه قاعدتهم انه لا يقاس في العبادات لان العباده توقيفيه فهمت ازاي؟ على مذهب الاحناف صحيحه ستر الله الامام ابو حنيفه وجزاه الله عنا خير الجزاء لانه صحح صلاه ملايين النساء ودي نعمه كبيره رحمه وكان الازدان يستر ما هو لو كان الثوب نازل على الارض فضفض زي كده فستان الفرح او بال عندك ما يدورش يعني صابع رجليه ترفع ستر فيها ايه؟ صابع رجليه في السجود كده على ستر فيها القبله صحيحه؟ لا الاولى تبقى كده في اتجاه القبله كده يعني عاملها كده فرشها بقى كده على ستر فيها القبله لما انا بقول لك حطها على الظهر كده يبقى مخالف للسنه لكن سجوده صحيح ما احنا قايلين ان الجبهه هي الواجبه الباقي سنه واخد بقى الواجبة ليتحقق السجود الركن والباقي واجب من حيث كمال الصورة
واخد بالك، وتعرية الكف من حيث كمال الهيئة. فهمت الشغلانة؟ ففي هيئات وفي سنن وفي وجود، فالحكاية سهلة. في واحدة كبيرة يعني مركبة أسفار البول أيوة، عندها انفلات بول وانفلات براز وريح. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم. ما يجراش حاجة، دي اسمها دائم حدث. دائم حدث لو مركب أسطرة بول فالبول نازل على طول، أو الريح بيطلع منه بدون ما يشعر، فده في الحالة دي هتتوضأ بعد دخول الوقت. يعني ما ينفعش تتوضأ قبل الأذان، تتوضأ بعد دخول الوقت، ونية الوضوء بتاعتها تنوي استباحة الصلاة لا تنوي رفع الحدث. تقول بسم الله نويت الوضوء لاستباحة الصلاة مش لرفع الحدث، لأن الحدث مستمر، وتتوضأ وضوء عادي واخد بالك، وبعدين بعد كده، وتكون طبعا قبل ما تتوضى اذا كان عندها امكانيه اولادها ولا حاجه غيروا لها البامبرز بتاعها اللي لابساه، ويحطوا لها حفاضه نظيفه واخد بالك، وينقلوها لمكان طاهر، وبعدين تتوضى بعد دخول الوقت وتصلي الفرض. فلو نزل منها حاجه اثناء بقى الصلاه ما يضرش، تستمر في صلاتها عادي، لكن تصلي بالوضوء ده فرض واحد والسنن المتعلقه بيه القبليه والبعديه. كويس، يبقى الفرض بوضوء واحد والسنن بيه، وبعد كده تستنى لما يدن الاذان اللي بعده وتعمل نفس الحكايه دي. سهله ان شاء الله. بالنسبه للقبله يعني يوضبوا السرير بتاعها في اتجاه القبله لو كانت بتصلي من ايه، من وهي مضطجعه، يعني يعدلوا السرير. طيب السرير ما يعرفوش يعدلوه، ما عادنا في حجره مستطيله عكس اتجاه القبله مش عارفين يهدوها، خلاص هيعملوا ايه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، هتعمل ايه بقى؟ يعني بقدر الطاقة، وقت مما أمرتكم ما استطعتم، صلى الله عليه وسلم. في سورة من بيوع كنت شرحت في المطرية، بيجي راجل مثلا مع مبلغ من المال، بيبقى عارف إن فلان ده عايز يجوز بنته، بيقول مثلا هجيب غسالة أوتوماتيك أو التلاجة، هروح وهتشاور أنت على دي، أتني جانا دافع. كاش وتدفع لنا. حلو، ده جائزة. واحد بيقول في المطرية عندهم صورة من البيوع، بيسأل هل جائزة أم لا. واحد يبقى عارف إن بنته بتتجوز، يقوم يروح يقول له أنا هشتري لك كل جهاز بنتك كاش وهبيعه لك بالتقسيط بزيادة. هو الراجل هو اللي بيشتري، ما يجراش حاجة، يلف معاه يقول له أنا عايز التلاجة دي، يروح دافع له 1000 جنيه واخد التلاجة، يقول له هتسدد لي ثمنها 1200 في خلال سنة. يجوز وتكافل حلو، جزاه الله خير، وردهوني ده. في أي أسئلة تانية؟ الشيعة اللي بتسجد على الشق بيسجدوا على تراب كربلاء اللي هو قتلوا فيه سيدنا الحسين، علشان بيعتبروا ان هم قصروا في نصرته وسلموا لاعدائه بعدما ارسلوا اليه ان ائتي ونقاتل معك، فلما اتى اليهم اسلموا لاعدائه فقتلوه صبرا. فهمت ازاي؟ فبيعتبروا ان هم عندهم عقدة ذنب، فصار عندهم اعتقاد ان هم يسجدوا على هذا التراب الذي كان يعني محل لوجود هذا الدم الطاهر فيه، تعبيرا عن ايه؟ عن ذلتهم وخضوعهم لآل البيت الذين اسلموا لاعدائهم، كان بيعملوا كده لربهم لعل ربهم يقبل منهم هذه المساله. لكن عند المسلمين لا تزر وزر وزر اخرى، فهم جيل جاء غير الجيل الاول، فخلاص ليه عقده الذنب؟ الذنب على الجيل الاول مش كده برضه؟ لا تزر وزاره وزر اخرى عند مذهب اهل السنه كده. لكن الشيعة عندهم نكدية، يقعدوا يعيطوا يصوتوا ويعملوا ويخبطوا على صدرهم ويعوروا نفسهم في ساعة عاشوراء، لأن حاملين ذنب سيدنا الحسين، في حين أن أنتوا تواتوا فين؟ أنتوا ما لكوش ده بذنب خالص، هم ليس لهم ذنب فيه. فهمت إزاي؟ بس سجودهم ده كده يبقى صحيح على مذهب؟ سجود صحيح، لأنه ساجد على حاجة لا تتحرك بحركته وطاهرة. أنا رحت زرت سيدنا علي بن أبي طالب في النجف وسيدنا الحسين في كربلاء، الحمد لله ربنا أكرمني بزيارته، وكانت معي زوجتي. كان في مؤتمر جمعية الجراحين العراقية سنة
2000 تقريبا او 99، كان قبل الغزو ايام صدام. فروحنا الحمد لله، طبعا ما حضرناش المؤتمر، انا اخذت عربيه وسواق عراقي وقعدنا نلف على الاوليه، ما قعدت 3 ايام الف على الاوليه اللي هناك ماليش دعوه بالمؤتمر. حتى الراجل العراقي يقول لي انا مولود في العراق وعندي 40 سنه ما سمعتش عن الاسماء اللي بتقول لي عليها. قول له ودينا الجنيد، ودينا سيدي السري السقطي، ودينا مش عارف بقى، يمشي في الشارع يسر ويلاقي. قال لي ده انت زورتني اللي عمري ما زرته، معروف الكرخي والشبلي والامام ابو حنيفه وموسى الكاظم، سيدنا علي الرضا، سيدنا الحسين، وسيدنا علي بن ابي طالب، كتير كتير اولياء كثيرين في العراق ربنا يحررها ببركتها. فالمهم كنت ادخل هناك الاماكن دي مسيطر عليها الشيعة تماما يعني، وهم ما يعرفوش ان احنا سنة، احنا جايين نزور. فاجي اصلي ركعتين سنة تحية مسجد، الاقي الراجل خدمة يعني ليه يروح حاطط لي الايه البتاعة دي قدامي يعني مكان ما جزجو يعني بيخدمني يعني. فاروح اما جزجو اروح زيحة كده يعرف ان انا سني يسكت. يسكت ما بيتكلموش، لا يعرف على طول، انت لما عملتها كده يعرف انك سني، ما يجراش حاجة، مش خناقة هي يعني، مش هنتخانق معاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.